كوكو بتنظف ال بتشيل ال المهم كوكو بتشيل منه اللزق. شيت لزق لو لونها احمر. من البلد انا بدات اشك فيه على فكره. جايب لي لونها احمر. جايب لي هديه في الفالنتاين. ايه يا حاج تعمل ايه؟ لانسو wie war dein Prüfung heute Schatzi? Gut, alles gut gemacht. Gut verstanden, alles? Meine Schwester. انا حلقت اخيرا. النهارده الثلاث كوكو كان عندها امتحان الصبح. Hast du wann hast du noch mal deine Prüfung, deine echte Prüfung? Uni Prüfung? Im Mai, 5. Mai. Mai, okay, für Schade 5. 6. 7. 5. 6. 7. Mai. Okay. كان عندها النهارده امتحان. No, okay. Das sind 3 Tage. Ja, Schatzi. Du musst wenigstens malig sein. Kaffee? Ja. ماشي. المهم قبل بس ما نبدا الفلوج بتاع النهارده عايز اقول لكم السبب اللي خلاني ما صورتش اليومين اللي فاتوا، الا وهو ان انا روحت يوم الاحد بالليل عندي وقت ان انا اعمل اديت للفلوج. انا اصحى الصبح عندي شغل من 8 ل 10، فالمفروض قبل 8 يكون الفلوج خلصان 8 الصبح علشان ينزل في ميعاده 10. والمشكله ان انا شغلت نفسي بحاجات ملهاش اي لازمه، ولا اتقدم ولا اتاخر، يعني لما يكون عندي وقت ان انا اشتغل واعمل فيه اديت علشان اطور من نفسي، واستخدم الوقت ده ان اتفرج على فيلم، اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، اتفرج على اي حاجه. في ناس ممكن يقول لي ما ده وقت الفراغ المفروض انت بتتسلى فيه او حاجه زي كده، بس ده بالنسبه لي مش وقت فراغ، انا بحاول ان انا ما يكونش عندي وقت فراغ عشان اقدر ابقى برودكتيف طول الوقت. بس انا عاقبت نفسي ان انا لما الفلوج ما قدرش اخلصه للساعه 10 كان ممكن اخلصه بعد 10 لما ارجع من الشغل وينزل في نص اليوم. عاقبت نفسي ان انا ما انزلش فلوج علشان احمس نفسي واقول لا بكره نزل وينزل الساعه 10. تاني يوم نفس الكلام، صحيت انشغلت في حاجات كتير جدا وما نزلتش فلوج، فضلت متضايق لدرجه ان برده الوقت عدى وعاقبت نفسي تاني وما نزلتش فلوج علشان ما لحقتش انزله الساعه 10. لان لو كنت نزلت الفلوج في وسط اليوم حتى لو الساعه 10 عدت هتعود على كده وهدور دايما على حجه اقول مش مشكله انا من يومين ما انا نزلته في وسط اليوم، من 3 ايام ما نزلتش. فالاحسن ان انا بحاول يعني امسح او اتجنب كل حاجه صغيره انها تعطلني او تخليني اغير من القرار اللي انا خدته. خد يا حاج. شكرا. حلو؟ حلو قوي. اتفرج على مين؟ Like my husband. المهم النهارده الاربع يوم من الايام الطويله اللي عندي فيه شغل كتير جدا، فاللي هيحصل كالاتي، انا هشد المضرب ده، بصوا كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مضارب لازم يتشدوا. لا تؤجل عمل يوم الى الغد. كوكو المسؤول عن الاول تنظيف المضارب، عارفين اللي بيجيب سمك وينضفه الاول؟ عارف. وده حاجه. المهم كوكو بتشيل الفتل البايظه من المضرب وانا بحط بظبط المضرب. طلع لها حسنه يورو ولا 2 يورو ولا حاجه. اوكي قبل ما اروح الشغل هروح اقابل ميشو، جايب له هديه صغيره انا ما اشتريتهاش، هي طلعت في فيديو قبل كده، وفي برضه هديه صغيره ثانيه جايه من ايطاليا مخصوص هديها له برضه، يا رب يفرح بيهم. ده الدواء بتاع البرد، كوكو عشان عندها برد حاطط لها في صندوق البريد علشان هي مكسله تنزل وانا مش هينفع اطلع مفيش وقت، فتلحق هي بقى في اي وقت تنزل تاخدهم يعني. الو؟ الو دان سينو بريد از شون ان ذا بريف كاستن. كوكو عايزاني اوصل لها الجواب دوت البريد. بس البريد الطابور فيه تقريبا بتاع 25 شخص. مفيش وقت معلش يا كوكو بكره بقى. للاسف هركن العربيه في الشارع. البارك في الشارع غالي جدا ب 3 يورو بتعمل ساعه، بس انا كده كده قاعد ساعه واحده يعني مش هخش اركب في جراج. احسن حاجه ان الساعه لو خلصت الضابط ممكن يتعاطف معاك ما يدكش تذكره، لو ركنت في الجراج وعديت دقيقه في الساعه الجديده تتحسب على طول ساعه كامله، هي دي المشكله خطوره يعني.
طبعا مفيش اسرع من السكيت بورد ان انا ايه مش هروح لميشو. اصلا لميشو عامل ايه يا استاذ ميشو؟ 100 صباح الخير. الناس بتسال عليك. اه ميشو اهو عامل ايه في بزنس مان؟ اتكلم اقول ايه اغني؟ تصدق نفسي اغني يا رفيمو؟ جاب لك يا ريس حاجه؟ جاب لي ايه من ايطاليا؟ ميشو عمال على فكره ايه؟ بدي احتمالات، انت جايب لي قهوه، جايب لي مش عارف ايه؟ طب انا بحب ايه من ايطاليا؟ غمض عينك يا ريس. انا مغمض. مش مقلب والله، ما تقلقش. انا بدات اشك فيك ومش هاكل اي حاجه عشان تبقى فاهم يعني. لا ما انت لازم تدوقها. قالوا ايه؟ غم عينك. غم عينك. غم عينك. لا بس مش لازم تحط ايدك على عينك، افتح ايدك. افتح ايدي. اه يا ريس. الا احلى جبنه بارميزان من ايطاليا، وش ما فيهاش ولا شطه ولا حاجه. غريبه. لسه جايه النهارده الصبح. اه حبيبي حبيبي. و بيرفكت. الكيمو والله تسلم. المعونه جايه. برنس البرنسات. ايه ده يا ابن اللعيبه؟ افتكرت الموضوع ده. العب. لا ده انت مدلع، انت مروع عليا. ده انا لو امي مش هتعمل معايا كده. حبيبي يا كوكب، كفايه ان انت فاكرني. ابننا برضو، ابننا برضو مفرحه. بمناسبه الفالنتاين، لو لونها احمر. اه من البلد انا بدات اشك فيه على فكره. ولونها احمر. جايب لي هديه في الفالنتاين. طب عشان طب افهم ايه انا من الموضوع ده؟ طب استنى نجرب بقى. لو هتختار بين الجبنه والحق والسماء هتختار ايه؟ ما فيش كلام. انا برضو كنت اختار الجبنه. ما فيش كلام. الله يلف منها سجارتين دي تبقى جامده. عايز اقول لكم انا وميشو مدمنين جبنه بارميزان يا جماعه. ما حدش عارف دي كنز. دي ده الجولد، ده البترول بتاع ايطاليا. اه والله. الله يلف منها سجارتين دي تبقى جامده. لا بجد انا هطبخ النهارده بتاع ده. انا جاي انا جاي على بعد الشغل اتفرجت عليها. لا انا مرات هتعمل ستيك. لا ده انا اللي جاي. ميشو عازمني النهارده على اكل مكسيكي. مكسيكي عربي يا جماعه. مكسيكي عربي من ايد ناس عربيه. اسم المكان هنا ايه؟ هو اسم المكان هنا ايه؟ سلمى تاكو. اصور عليك. سلمى تاكو. الناس دي عرب تمام، بيعملوا اكل مكسيكي في الهوب فخه من تحت. حبيبي. المهم بقى صاحب المحل دوت اللي انا اعرفه اصلا اللي ورايا ده، وميشو هو اللي جايبني المحل، فانا ما اعرفش ان صاحبي دوت عنده محل، بس ميشو عارف وما اعرفش الراجل. فاهمين حاجه؟ مش عايز يبدل 200 يورو دي حد. تاخد 50 وتسيبها؟ ممكن اديلك 120، ايه رايك؟ يلا. ميشو النهارده عازمني على الاكل. عازم على الاكل، وكل واحد هياكل لوحده اصلا. بالظبط. ما بقاش عندنا وقت اصلا ناكل مع بعض. فهوصله بقى عند العربيه بقى. ما ينفعش يبقى اجيب لي اكل واسيبه ياخدها ماشي يا عيني. الراجل غلبان ده ماسك الشنطه الطالب عمال يعني اسمها ايه؟ انا نسيت العربي يا جدع. عمال يعافر في حياته. كويس ان انا ما خدتش تيكت عشان احنا بقى لنا تقريبا يعني 40 دقيقه زياده. المهم انا هوصل ميشو دلوقتي وبعد كده هطلع على الشغل. نور يا ميشو البيبي دي. يا خلاصي يا خلاصي يا خلاصي يا خلاصي. بومبو ميشو صباح الفل. صباح تاتي. سلام بقى. عايز دي؟ خد. انا وصلت الشغل ومعايا 8 دقايق وقت قبل ما ابدا نعمل تيست للساندوتش ده. ده شكل الساندوتش. هو الرأي فيه بصراحة مش معناه عشان هو من عند صاحبي اللي انا اعرفه او الراجل اللي انا اعرفه ده، بس هو الرأي بصراحة. بس بداية شكل الساندوتش من جوه، المفروض ان دوت يعني اكل مكسيكي وانا كنت شغال في مطعم مكسيكي، فلو هدي المنظر من جوه معلش يا صاحبي 5 من 10. البوريتو لازم يبقى الاكل بيتحط كده بيترص بطريقه معينه، ان انت ما تقسمه بالنص بتلاقي الرز في مكان، فاصوليا والخضار في مكان والجبنه في مكان. خش بالطعم دوت عليه صوص الجبنه
وانا ما بحبش صوص الجبنه بس طلبناه مخصوص عشان نجرب يعني. المفروض ان الساندوتش ده جواه فراخ معمول على الجريل، فيها بطاطس، فيها هالوبينيو اللي هو الفلفل الحراق شويه بتاع ماكدونالدز دوت، فيها صوص جبنه، فيها افوكادو اللي هو المفروض واكامولا. الطعم هتيله اجمالي طعم حلو مش وحش، 8 من 10. 8 من 10 شكل الساندوتش من جوه، 5 من 10 العلبه والشكل من بره، 10 من 10. بس كده. ودلوقتي هبدا شغل 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 شغل. استتم جلافي نيه. خلص شغل. فوكس فوكس. يلا ثانية واحدة عليا. ايوه خلاص شغل. حاليا هطلع البيت لان المفروض كوكو هتعمل لنا اكل وانا جاي. كورنا بتيتشتس. المهم بقى احنا نقفل الفلوج من هنا عشان كوكو تعبانة، وانا اكل دلوقتي ستيك مع بطاطس. الكاميرا باظت كده. يكون الفلوج انتهى واشوفكم ان شاء الله بكره.